أهلا بكم. ما أن أعلن تحالف أو ما أعلن تحالف إنقاذ وطن الذي يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء حتى سارع زعماء الميليشيات الولائية وفرق الموت بإطلاق حزمة من الاتهامات بالعمالة الإسرائيلي وغيرها لشركائهم وتهديدات واضحة ضد رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوس. أما مقتدى الصدر فقد دعا النواب المستقلين إلى مساندته في تشكيل حكومة أغلبية وطنية حسب توصيفه ومغادرة عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية بحسب الصدر. وأطلق هو الآخر أي الصدر تهديدات مماثلة بأنه لن يبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة السابقة وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وهو المتوقع بسبب تشبث إطار الميليشيات التنسيقي بما يسمى الثلث الضامن أو المعطل، والذي تهدد به الميليشيات لعرقلة جلسة تمرير اختيار أو تسمية رئيس الجمهورية. وقد فشل شركاء العملية السياسية فعلا ومجددا في حسم تسميته في جلسة السبت. صراع شركاء العملية السياسية والميليشيات الولائية على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة والتهديدات المتبادلة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل سيبقى شركاء العملية السياسية يدورون في حلقتهم المفرغة فيما يتعلق بحسم تسمية رئيس الجمهورية الجديد بعد إرجاء جلسة التسمية الأولى؟ وهل فعلا أن تحالف إنقاذ وطن هو تحالف وطني عابر للهويات الجزئية والفرعية وليس تحالفا طائفيا، وهو الأول من نوعه منذ العام 2005 كما يقول شركاؤه؟ وهل هذا التحالف الثلاثي هو ضربة للجهود الإيرانية كما يقول البعض، والتي فشلت في التوفيق بين القوى السياسية المحسوبة عليها والميليشيات الموالية لها؟ وهل سيغير التحالف الثلاثي إذا ما نجح في تشكيل الحكومة القادمة من واقع العراق شيئا؟ وما جدية التخوفات والتحذيرات من تفجير الميليشيات للمشهد الأمني في العراق على خلفية التنافر بينها ووجود السلاح السام؟ وهل فعلا أن بدعة الثلث المعطل أو الضامن هو الكفيل بعدم انزلاق العملية السياسية إلى الفوضى العارمة كما يقول زعماء الميليشيات؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، نوري حمدان، هبة الفدعم. يبدو أن مقتدى الصدر مصر على بروبوغاندا سياسية جديدة تتمثل في تغيير أثاث المسرح السياسي مع إبقاء اللاعبين ذاتهم، فما يسميها حكومة الأغلبية هي ذاتها قائمة على أعمدة المحاصصة، فالأحزاب والكتل ذاتها، ويبقى القرار الفعلي للأقوى الذي يمتلك أجنحة ميليشياوية. رئيس جمهورية جديد يريده الصدر وأتباعه ريبر أحمد المحسوب على حزب بارزاني، وكذلك لرئاسة الحكومة يبرز اسم جعفر الصدر. ويصر ائتلاف الصدر على هذين الاسمين في جلسة البرلمان، لكن الإطار التنسيقي حتى وإن كانت هذه التركيبة الجديدة لا تهدد وجوده في سفينة العملية السياسية، إلا أنه لا يريد أي تغيير ولو شكلي في الهيكل السياسي المؤسس عام 2003، ولهذا يريد الإطار استخدام ورقته لتعطيل تمرير مرشحي رئاسة الجمهورية والحكومة عن طريق الثلث المعطل للبرلمان. وما يؤكد سعي الإطار في هذا الاتجاه هي الضغوط والتهديدات التي تعرض لها من يسمون النواب المستقلين لتعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي عدم اكتمال نصاب جلسة تسمية رئيس الجمهورية والبرلمان. وبكل الأحوال فلا يبدو للمراقب أن هناك تغييرا يمس ثوابت نظام المحاصصة الطائفية، فكما جرت العادة رئيس الجمهورية يجب أن يكون كرديا ورئيس الحكومة شيعيا ورئاسة البرلمان سنية، فضلا عن توزيع الحقائب الوزارية حسب قوتها وأهميتها على هذا الأساس الطائفي. فأي معنى لحكومة الأغلبية في ظل التقسيم الطائفي للمناصب؟ افتقار القوى المشاركة في الصراع السياسي لمشروع وطني حقيقي هو ما يفسر لجوءها للتغييرات الشكلية عند كل حكومة جديدة، وذلك لامتصاص غضب الشعب الصاخب، وكأن هذه القوى لم تعرف بعد أن الشعب لم تعد تنطلي عليه هذه الألاعيب.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في الصراع المحتدم بين شركاء العملية السياسية أحزاب طائفية وميليشيات على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة. أضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا الأكاديمي الإعلامي والأكاديمي الدكتور نوري حمدان عبر سكايب، وأيضا ستكون معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذة هبة الفدعم الأكاديمية والباحثة السياسية. فأهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور سنبدأ في هذه القضية من حيث الآخر معطى، وهو الجماعة اليوم فشلوا في حسم تسمية رئيس الجمهورية في جلسة الحقيقة عقدت يعني على خلفية تهديدات متبادلة وتخوين بين شركاء العملية السياسية. أجلت هذه الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم لتسمية رئيس الجمهورية، وبالتالي لتسمية أو تكليف رئيس الحكومة. ما المتوقع في الجلسة القادمة؟ هل سيختلف المشهد؟ ثم ماذا من هذه الحلقة المفرغة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، بالعودة إلى عام 2003 وما بعده، نظام العملية السياسية، النظام السياسي الذي بني بالعراق بني على أساس المحاصصة، ومجلس الحكم الذي تشكل بإشراف وبتصميم بريمر الحاكم الأمريكي سيء الصيت في ذلك الوقت، صمم على المحاصصة، المحاصصة الطائفية والعرقية، ووزعت الحقائب مثل ما كنا نعرف 13 شيعة، 5 سنة، 5 كراد، ما أعرف بهذه الطريقة التوزيعات، واستمرت العملية السياسية تجتر هذه التوزيعات وهذه المحاصصة بهذه الطريقة لمدة 19 سنة مضت. الآن بعد ثورة تشرين وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود. هم أطلقوا عليه الانسداد السياسي، ما أعرف يسموه، وكانوا يتحدثون عن ديمقراطية وديمقراطية، وجاءوا ب مصطفى الكاظمي الذي ادعى أنه هو جاء من رحم ثورة تشرين، وأنه ثورة تشرين دفعته إلى سدة الحكم، وهكذا كان في بداية الحكم. والحقيقة ربما يعني دعني قليلا أخرج من الموضوع وأعود إليه، يعني بدأه بكذبة عندما قال هذا، وأنهاه بكذبة قبل يومين ثلاثة عندما قال أنه إحنا حققنا مشروع الإصلاح ووصلنا العراق إلى الازدهار والنمو والعيش بالرغيد، وهذه كذبة وهذه كذبة. بغض النظر عن هذا الموضوع، هم يتحدثون عن ديمقراطية والديمقراطية غير موجودة، يتحدثون عن تبادل سلمي للسلطة وهذه غير موجودة، يتحدثون عن احترام الرأي الآخر وهذه غير موجودة. كل القوى التي في العملية السياسية، أحزاب وقوى وتجمعات وشخصيات مدعومة من قبل ميليشيات من السلاح، وكل هذه تؤمن بالمحاصصة. الشعب ما عاد يتقبل هذه المحاصصة، المحاصصة كلفت 19 سنة خراب العراق، دمار العراق، كل بنات تحتية انتهت، كل مجتمع تمزق، كل سياساته العامة فوضى، كل سياساته الاقتصادية فوضى، كل سياساته الأمنية فوضى، خراب ودمار، والشعب من حال سيء إلى أسوأ، والفقر ازداد، خارطة الفقر توسعت، خارطة البطالة توسعت. الآن بشهادة البنك الدولي لدينا 13 مليون عراقي تحت خط الفقر، لا يجدون يعني دخلهم اليومي لا يزيد عن دولارين، أقل من 3000 دينار عراقي، لا يستطيعون أن يشتروا فيها شيئا، يعني يأكلوا من المزابل. نعم. هذا كله خلق حالة من التوتر، من الأزمة الكبيرة، من الكارثة الكبيرة. هؤلاء يريدون أن يعالجونها بالحديث عن ما يسمونه حكومة الحكومة الوطنية، وهي نقطة مهمة خليني أسألك بها. نعم. دكتور، هذا الآن الكتلة الأكبر التي أعلن التحالف الثلاثي الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، لأول مرة هناك من يقول أن هذه الكتلة الأكبر لأول مرة منذ العام 2005 هي ليست كتلة طائفية شيعية، هذه كتلة أكبر مكونة من شيعة وسنة وأكراد، وهذا معطى جديد في مسار العملية السياسية. الحقيقة عندما تأتي الآن، لو عدنا لآخر مشهد باختصار دكتور، حتى باختصار شديد، لو عدنا لآخر مشهد سنجد أن هناك ترشيحين اللي رشحوا مقتدى الصدر الذي يقول أنه أغلبية وطنية، حكومة أغلبية وطنية وتجمعات، وأنه ليست طائفية وكذا. من رشحه مقتدى الصدر؟ رشح ابن عمه جعفر الصدر اللي
كل الناس تعرف أنه ليس له خبرة لا سياسية ولا خبرة بكل شيء، كيف سيدير الأمور لا أحد يعرف. والأكراد أيضا رشحوا شخص يعني كل خبراته أمنية، ريبر أحمد. نعم. فبالتالي المحاصصة انتقلت من المحاصصة إلى المراضات، إلى 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 المحاباة ربما. هذا أقرباء هذا وهذا قريب من البرزاني، فبالتالي أنت في هناك من قال انتقلنا من حكم المحاصصة إلى حكم العوائل. بالضبط. فأنت بالتالي في جو المحاصصة لم يتغير شيء، فهذه القوى أعطت معطى جديد؟ لا، هذه كذبة كبيرة. الحقيقة هي محاولة للقفز على ومحاولة خداع الشعب، أنه ما يحدث الآن شيء جديد، فيه رؤية جديدة، فيه قدرة جديدة، فيه نوايا للإصلاح، فيه نوايا للتغيير، وهذه كذبة كبيرة. لأنه نفس القوى التي شاركت منذ عام 2003 في حكم العراق لحد الآن هي نفسها التي الآن تتصارع فيما بينها على الحكم وعلى الكراسي، هي نفس القوى. التيار الصدري هو نفسه الذي شارك في كل الحكومات التي من 2005 لحد الآن، من انتخابات 2005 لحد الآن، وهم يقولون نحن قبة الميزان وأي انتخابات لا تحصل إذا ما يكون فيها التيار الصدري، وإحنا مسؤولين عن تأليف كل الحكومات التي حصلت. إذن هم مسؤولين عن كل الخراب اللي حصل، وكل القوى شريكة معهم. فكيف يمكن الآن أن تصدق أن هذه القوى قد تحولت من هادمة ومدمرة ومخربة إلى قوى لتبني وتعمر؟ هذه قضية أخرى. أشكرك دكتور نوري، أهلا وسهلا بك. أهلا بك عزيزي أستاذ ماجد. يا مرحبا دكتور. هناك الحقيقة من بدأ متفائلا بقضية بشكل أو بهوية أو بطبيعة هذه الكتلة الأكبر التي أعلن عنها الصدر، وهو تحالف ثلاثي مكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وسمي هذا التحالف الثلاثي إنقاذ وطن. وقد عقد البعض آمالا على أن يكون هناك منتجا مختلفا هذه المرة. هذه الكتلة الأكبر ليست كتلة طائفية كما جرت العادة منذ عام 2005 إلى اليوم. فعلا يتوقع منتج مختلف، مخرج مختلف؟ نعم أستاذ ماجد، بداية يعني مرة أخرى أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين وجمهوركم الطيب. أهلا وسهلا. بداية علينا أن نوضح أستاذ ماجد، هنالك فرق كبير ما بين تحالف نيابي أو تحالف برلماني وبين الكتلة النيابية الأكبر أو كتلة أخرى. هم أعلنوا عن تحالف إنقاذ وطن، وهو تحالف برلماني ما بين كتل نيابية وليست كتلة الأكبر، لأنه هذه تسمية الكتلة الأكبر تجعل من المشاركين بهذا التحالف في موقف جديد من نوعه، هم ما زالوا ليس لديهم القدرة بمواجهته، وهو إلغاء فكرة الكتلة الأكبر يجب أن تكون شيعية. هاي قضية فرق، يعني أكو فرق ما بين الكتلة الأكبر وكذلك التحالف النيابي، لأنه الإطار التنسيقي حتى يوم أمس يتحدث عن جمع عدد من النواب لإعلان كتلة أكبر، وفي التسريبات وبعض التصريحات هنالك اشتراطات ما بين كل هذه الأحزاب والكتل. يجب أن الكتلة التي تعلن هي الأكبر أن تكون شيعية ولا يوجد فيها نائب سني ولا كردي، فبالتالي هنالك فرق كبير ما بين الكتلة والتحالف النيابي. التحالف النيابي الحالي وهو ما تم إعلانه بإنقاذ وطن، نحن اليوم نمر بأزمات من 2003 لحد اليوم، والأزمات التي مررنا بها جعلت الجمهور العراقي لا يثق بدعوات وإعلانات وتصريحات هذه القوى السياسية، فحسن الظن ما يخدم هنا القضية. التحالف لم يعلن برنامج يحاكي أو يعمل على حل جذر المشكلة، وهي المعايير المحاصصاتية التي بني عليها النظام السياسي من بعد 2003 من مجلس الحكم كما ذكر ضيفك الكريم إلى يومنا هذا. حتى هذا التحالف هو تحالف الإطار التنسيقي، هو أيضا بني وفق هذه المحاصصة،
محاصصة يعني حصة كردية وكذلك يعني كتلة سنية وكتلة شيعية، وهذا النوع من التحالف لا يختلف كثيرا عن التوافقية التي أداروا بها البلاد من 2003 لحد 2018. الفرق هو حقيقة يعني بهذا التحالف هو بعض النواب مقدمتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، نعم، بعيدين عنه، والإطار التنسيقي بقيادة المالكي بعيد عنه، ومجموعة من النواب السنة لا أكثر ولا أقل، ولا هو نفس التركيبة. وإذا يعني لو نفترض اليوم وهم لا زالوا يتفاوضون وما زالوا يتفاوضون، دكتور نوري، بهذا بهذه الأركان الثلاثة في هذا التحالف الحقيقة على الأقل انتفت عنا الصفة الطائفية، يعني هذه الكتلة الأكبر كانت شيعية خالصة منذ 2005 إلى اليوم، الآن ليست شيعية خالصة، وهناك حديث عن أن هذه مؤامرة لسحب الحكم أو الولاية من الشيعة، الآن هكذا يصير الحديث الحقيقة في يعني حديث سياسي وإعلامي. لا أستاذ ماجد، أرجع أوضحها من جديد، هذا التحالف لا يعني كتلة، الكتلة النيابية الأكبر تختلف عن التحالف النيابي، لذلك هم يتحدثون على المؤامرة ويقولون أنه الآن الكتلة الشيعية في التحالف هذا، في هذا التحالف أصبحت هي أقلية وليس أكثرية. نعم. يعتبرون هنا، فهنا الفرق، فما زال الحديث عن كتلة أكبر وتحالف بعيد. لكن هؤلاء يعني يا دكتور من يتحدث بهذه اللغة التخويفية هو الحقيقة خصوم هذا التحالف، المناوئون له. طبعا هو تدري المشكلة، ما زالت المشكلة أستاذ ماجد ما بين هذه الكتل السياسية، يعني هم لحد اليوم كل القوى يعني كل الكتل السياسية والأحزاب، نعم، لم تصل إلى جذر المشكلة الوطنية، الآن ما زالوا في مشكلتهم الحزبية. نعم. هم يدخل المالكي معهم بالتحالف لو ما يدخل، نعم، يدخل الديمقراطي الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لو ما يدخل. الآن مثلا على سبيل المثال باختصار، لو المالكي وافق على شروط مقتدى الصدر ودخل معهم هو والميليشيات التي تتبعه، وكذلك الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وافق ودخل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والنواب السنة وافقوا ودخلوا مع إسناد، إذن أين الصفة الجديدة التي يدعونها؟ واضح واضح، أشكرك. تنتهي بمجرد ما يبلشون، يعني بمجرد ما يباشرون بتوزيع الحصص، نعم، تنتهي قضية الادعاءات الوطنية. صفة مرحلية شكلية مرحلية. أشكرك ست هبة، أولا أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ ماجد، تحية طيبة، وتحية طيبة أيضا لضيفك الكريمين، وتحية طيبة لجميع المشاهدين. شكرا، تأخرنا عليك. هذا التحالف الثلاثي الآن، ويقول أهله أنه تحالف وطني وهو مشروع أو مظلة لإخراج حكومة أغلبية وطنية، وهناك الحقيقة من يعتقد بأنه يعني تحالف أو تكتل أو كتلة أكبر بشكل وطني كما يقول البعض بعيدا عن الطائفية، وهو في النهاية يعتقد البعض أنه ضربة موجعة للجهود الإيرانية أو للصبغة الإيرانية التي اصطبغت بها حكومات ما بعد الاحتلال. هل فعلا هذا التحالف آذى وآلم إيران ودورها في العراق؟ من الناحية الشكلية أستاذ ماجد، هذا التحالف قد يكون هو تحت هذا المسمى عابر للهويات الفرعية. من الناحية الشكلية أيضا ممكن أن يكون هذا التحالف يحاول إعادة إحياء الهوية العراقية بعيدا عن كل المسميات الأخرى، بعيدا عن المسميات شيعي سني كردي، باعتبار أنه هذا التحالف يحاول أن يضفي الهوية العراقية، يعطيها ميزة أكبر من باقي الهويات الأخرى، ويحاول دمج باقي الهويات مع بعضها البعض. لكن السؤال المهم والأساسي، المكونين لهذا التحالف من جاء بهم؟ إيران هي من ساندتهم للوصول إلى هذا المكان، لذلك لا يمكن القول أن المحاولات الإيرانية فشلت بالتأثير على تشكيل أو التقارب ما بين الإطار التنسيقي وما بين هذا التحالف. أبدا، ما زال الوقت جدا مبكر للقول للحديث عن هذا الموضوع. كل اللي موجودين الآن سواء كانوا مع التحالف الجديد ومع الإطار الثاني كلهم جاءوا عن طريق إيران،
سواء كانوا ميليشيات أو سواء كانوا شيعة سنة، كلهم جيء بهم عن طريق إيران. فشنو الفرق الآن اللي موجود؟ حاولوا أن يشكلوا هوية جديدة، حاولوا أن يشكلوا تحالف جديد. هذا التحالف حاولوا من خلاله خداع الناس أو خداع الجمهور اللي موجود، خداع الناخبين، أنه هذا التحالف ممكن أن يؤدي إلى إحياء للهوية العراقية، ممكن أن يؤدي إلى إنهاء المحاصصة. لكن هي المحاصصة موجودة، بناء الحكومة مبني على أساس المحاصصة، فهذا القول أصلا يعني ما غير صحيح. يعني أنت تعتقدين أن ليس هناك من فرق أبداً على الأقل في الجوهر بين تيار الصدر وبين تيار الميليشيات المحسوب بشكل واضح وعلني على إيران، وكلاهما يعني كأنك تقولين وجهان لعملة واحدة، وجهان لنفس النفوذ، كلهم جيء بهم عن طريق إيران، كلهم مسنودين من إيران. بس الآن يا ست هبة، الآن حقيقة الأمور الآن بين الصدر وبين الميليشيات كأنها واصلة إلى مرحلة حافة الهاوية، هناك تهديد بالسلاح. أكيد هناك تهديد بالسلاح، هناك خلافات أصبحت ما بين بالبيت الشيعي، هناك أصبحت خلافات، لكن أنا متأكدة المستقبل القريب راح تكون هناك، قد تكون هناك مفاوضات ما بين التحالف الجديد وما بين الإطار التنسيقي، وإلا العراق راح يهوي إلى منزلق جديد. ممكن أن الميليشيات ممكن أن تؤدي إلى أحراق العراق بأكمله وإدخاله في بحر من الدماء. يعني هذا السيناريو متخيل متوقع؟ أكيد هذا السيناريو متوقع، هذا السيناريو هو المتوقع. والسيناريو الآخر هو أنه التحالف الجديد مع الإطار التنسيقي يصل إلى مرحلة نوعا ما من المفاوضات. واهم من يتخيل أنه هذا التحالف الجديد ممكن أن ينهض بالعراق، وممكن أن يساعد على انتشال العراق والعراقيين. سنتحدث في هذه النقطة، اسمحي لي نتحدث في هذه النقطة عن قضية واقعية أنه بناء آمال عريضة على هذا التحالف في أن يقدم شيء للعراق إيجابي وينقذ من هذا المأزق الكبير الذي هو فيه. فقط اسمحي لنا أيضا ونستأذن من الضيفين الآخرين ومن المشاهدين لنتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الصراع المحتدم بين شركاء العملية السياسية والميليشيات على خلفية تشكيلهم للحكومة الجديدة. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور نوري حمدان والأستاذة هبة الفدعم. دكتور رافع، تعقيب على ما ورد قبل الفاصل من كلام، ثم أنتقل أسألك السؤال. أولا يعني أحيي الأستاذة هبة على قراءتها الدقيقة ورؤيتها الصائبة والدقيقة، نعم. الحقيقة العميقة، وهذا يعني شيء يعني يسرني جدا أن يكون هناك هكذا رأي. وأقول مرة أخرى استنادا إلى ما قالته أن هناك هكذا ممكن أن نفهم الصورة، هناك متغير وثابت في القضية العراقية. أنا أتحدث عن الثابت، قوى خارجية تحكم العراق، أمريكا وإيران. نعم لديها تغيرات في سياساتها في توجهاتها، لكن ربما في قضية إيران ثابت في قضية إيران أنها تغولت أكثر في العراق، سيطرت أكثر على العراق طوال 19 سنة. في الداخل المتغير، القوى التي حكمت العراق منذ 19 سنة منذ عام 2003 لحد الآن شهدت الكثير من التغيرات، شهدت الكثير من التآكل، البعض منها سقطت. يعني الآن لو ننظر إلى القوى التي بدأت، الحزب الإسلامي، ما أدري حزب الدعوة، كل هذه سقطت وظهرت قوى جديدة تلاشت أو تلاشت أو
هذا التآكل جزء من عنده صراعاتهم الداخلية، صراعاتهم على المكاسب، مكاسب كم كانوا يملكون وكم كم صار ملكهم، كم كانوا يملكون من السلاح والآن كم، كم من الميليشيات والآن كم، كم من الأموال والآن كم، كم من العلاقات والآن كم. هذا كله انعكس على صراعاتهم، وصلوا إلى حالة من الصراعات. هذا جزء ما نشهده اليوم، جزء من صراعاتهم. هذه خلافاتهم. العملية السياسية بنيت على أساس الخلافات والصراعات، بناها الأمريكي على أساس صراعات الداخلية فيما بينهم، صراعات الاستحواذ والدفع والسيطرة أكثر على المكاسب وعلى مساحات أكبر. وصلنا إلى هذا الحد، وصلنا إلى حد فيه العملية السياسية تلفظ أنفاسها والشعب يطالب بإزالتها وإزالة كل الحاكمين، فبالتالي يجب إنقاذها. هذا شعار وهدف ثورة تشرين. نعم نعم، يجب إنقاذها. كيف ينقذونها؟ صارت بيناتهم خلافات، وصلت إلى الحالة التي يقال إنه يعني في آخر اتصال بين 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 نوري المالكي ومقتدى الصدر، نوري المالكي بلغ مقتدى الصدر بأنه لا ينسى وصية الخامني التي أوصى بها بأنه وحدة البيت الشيعي أهم من الوحدة الوطنية. نعم، مقدم على الوحدة، مقدم على الوحدة الوطنية العراقية. لا تنسون هذه القضية. هذا جزء من تجاوز خلافاتكم، تجاوز صراعاتكم، وتبقى قوتكم بهذا الاتجاه. هذا لا يمكن الآن. الآن مكاسب كل فريق زادت توسعاته، البعض يعتقد أنه هو يمتلك القوة، يمتلك القدرة على حكم العراق وحده، والرؤية الطائفية. الرؤية هذه تسألك عليها الحقيقة. نعم. وأجلتها. نعم. هذه قضية أنه هذا الإطار الميليشيات تسويق على أنه ذهابه، تلاشيه، خسارته هو أن المجتمع الشيعي في العراق سيتبخر وسيتلاشى وسيذهب، وأنه هو الحريص على مكاسب أو مكتسبات المجتمع الشيعي والأغلبية. مثل هذا الخطاب السياسي والإعلامي، هل له سوق اجتماعي في 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 العراق؟ أبداً. الآن بعد 19 سنة بعد ثورة تشرين، هذا الخطاب لا يعني شيء. أنا أتحدث من الجانب الشيعي. نعم. يعني أتحدث عن الجمهور الشيعي. نعم. الذي يعتبرونه حاضنتهم، حاضنة القوى الشيعية التي تحكم باسم البيت الشيعي، ما يسمونه. نعم. القوى الشيعية، قوى التنسيق، ما أعرف شو سميها، بس هي هذه القوى الشيعية، الأحزاب وهؤلاء الشيعية. يسوقون على أن معركتهم المصيرية هي من أجل هذا المجتمع ومكاسبه وحياته. هذا المجتمع اكتشف بعد 19 سنة أن هؤلاء يكذبون، يضحكون عليه، وقد سلبوه حياته وسلبوه أحلامه واسقطوه في بركة لا يمكن الخروج منها. يعني أسقطوه في الفقر، في البطالة، في الأمراض، في سوء، في كل شيء. لم يقدموا له شيئا. يعني هم كانوا يتاجرون بالطائفية ويحشدون الناس ضد طرف معين، ضد أطراف معينة، من أجل البيت الشيعي، من أجل الشيعة. وبالتالي ظهر أن الشيعة هم من يدفعون الثمن، يدفعون الثمن بسبب هذه القوى الميليشياوية هذه التي اقتنت وأثرت وتعمقت وتغولت في الثراء، وهم زادوا فقرا وزادوا مرضا وزادوا أمية، لا مدارس يعني تستحق أن تسمى مدارس، ولا مستشفيات تستحق أن تسمى مستشفيات، ولا خدمات، ولا كل شيء، ولا هناك بلد اسمه العراق يستحق. نعم. أن يكون وطنا مستباح من الكل. فهذه جزء من القضية، وجزء من قضية الرسالة خامنئي إلى المالكي. هذه الصواريخ التي أطلقت على 12 صاروخ التي أطلقت على أربيل، واحدة من رسائلها. نعم. أنه إحنا موجودين وإحنا قوى متحكمة في العراق، ويجب أن يلتم البيت الشيعي بالطريقة التي نريدها وبالطريقة. فهذا أتحدث عنه الثابت والمتغير هنا. هل يستطيع الثابت هذا أن يسيطر على المتغير؟ لكن بالنتيجة المتغير سيخدم الثابت في كل الأحوال، لأنه هو ملك يده، هو طوع بنانه. مهما حاول القوى التي تعمل سنية شيعية في داخل العملية السياسية، كلها مأمورة إيرانيا الحقيقة، وإيران متغولة في العراق وقادرة أن يعني هذا الحصاد كله في سلتها. دكتور نوري، الحقيقة هناك من يرى من المراقبين أن إعلان الكتلة الصدرية لهذا التحالف إنقاذ وطن، الحقيقة أنه قد قطع الطريق وجعل كل الوساطات والتدخلات الخارجية خاصة إيرانية بين الميليشيات وبين التيار الصدري، يعني جعلها جزء من الماضي لا رجعة. هل فعلا قطع دابر هذه المفاوضات، أو انتهت هذه المفاوضات، أو أن الطريقة قد أغلق، أم ربما لا زالت إيران قادرة على استئناف شيء، استئناف حوارات والوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين؟
نعم استاذ ماجد، يعني الحقيقه انه ما زال الوقت طويل عن قطع الطريق او نهايه المطاف، الحوار ما زال مفتوح. نعم. وبحسب هذه المعلومه لا ادري لديكم ام لا، ولكن بحسب الاعلام الايراني يفترض ان يكون رئيس مجلس النواب يوم غد في ايران الاستاذ محمد الحلبوسي. فهذا يوحي انه الطريق ما زال طويل ومفتوح للحوار ما بين هذه الكتل السياسيه. انا اثني على ما تفضل به ضيفك انه هناك ثابت ومتغير، والثابت هو جزء من عنده التركيبات التحالفيه التي مراد منها، حتى التحالف هسه هذا التحالف انقاذ وطن تم تشكيله وفق التركيبه الثابته وهي المحاصصه شيعه سنه كرد، يعني اذا تعرف شلون استاذ ماجد. نعم. فالثابت ما زال يدور في فلك ايران وامريكا، المتغير هو بالاسماء التي لا تعني شيئا للمجتمع العراقي. ثوره تشرين لم تطالب ب يعني ازاله سين او صاد من السلطه، ثوره تشرين شباب ارادوا وطن، وطن بعيد. المفارقة دكتور أن المرشح لرئاسة الحكومة محمد جعفر باقر الصدر غرد بعد تسميته أيضا بنفس اللغة، لغة تشرين، وأننا سنعمل معا لاستعادة الوطن، ممن يستعيده؟ نعم. طيب هو يعني لا أدري، هو يعني الآن مرشح وهو سفير للعراق. نعم. بمعنى هو جزء من الحكومة. نعم. كما ادعى رئيس الحكومة الحالي المنتهية ولايته. نعم. مصطفى الكاظمي بأنه من رحم تشرين وسيعيد الوطن. نعم. وسينصف التشرينيين، وما زال التشرينيين قبل أقل من شهر 4 من شباب تشرين تم حكمهم بالإعدام في واسط في العزيزية. طيب في العزيزية في واسط. نعم. طيب وين انصاف التشرينيين؟ كيف يعود الوطن؟ هؤلاء جميعا هم من نفس الحكومة، هم من نفس القوى التي اشتركت في إدارة البلد من 2003 إلى اليوم، يعيدون الوطن من وإلى من؟ الحقيقة أنه الشعب اليوم اللي ترجم رغبة الشعب حقيقة. نعم. هو ثورة تشرين. واضح. واللي عكست بشكل واقع ودقيق بأنه الانتخابات التي جرت في 21 هي انتخابات حزبية، لأنه الجمهور تشرين لم يشارك بها، لم يتجاوز 19 أو 18% من المشاركين من الشعب بشكل عام في الانتخابات. بالتالي هؤلاء اليوم الذين يتحدثون عن إنقاذ وطن، والذين يتحدثون حتى الإطار التنسيقي الذين نعم. أشكرك، شكرا دكتور. حتى بس ما نتأخر عن ضيفتنا في واشنطن. ست هبة المالكي طبعا الآن يعني يتحدث الآن عن تمسك بالثلث الضامن أو المعطل هو الإطار التنسيقي، اللي يقول لتحقيق الاستقرار والحفاظ على العملية السياسية من الانزلاق إلى الفوضى أو الانهيار. وهذه قضية البدعة، بدعة الثلث المعطل، هي بدعة ثانية الحقيقة تلعب في العراق بعد قضية الكتلة الأكبر التي تتشكل في البرلمان عام 2010 عندما خسرت يعني القوائم الطائفية أمام قائمة أياد علاوي. هذا الثلث الضامن يعني ما الذي سيفعله للإطار التنسيقي؟ هل سيكون أداة فاعلة حقيقية؟ شكرا أستاذ ماجد. خلينا نتفق من البداية أستاذ ماجد. نعم. إنه الخلاف اللي وجد واللي أدى إلى وجود الإطار التنسيقي ولنشوء هذا التحالف هو جاء نتيجة الاختلاف في التقسيمات ما بعد الانتخابات، ونتيجة الجمود السياسي الداخلي اللي جاء نتيجة بعد الانتخابات، لأنه هم ما وصلوا إلى حل كيفية اقتسام السلطة وأخذ المقاعد وتوزيعها فيما بينهم، وهذا أدى إلى أنه أصبحوا حزبين مختلفين عن بعضهم البعض. ما صرح به المالكي بأنه ممكن أن تنزلق العملية السياسية إلى طريق مغلق، هذا تهديد واضح وصريح. ممكن فيما لو أنه الجهة الثانية لم تستجيب لما طالبناه ولما نحاول أن نأخذه، ممكن أن نغرق العراق في مثل ما ذكرت سابقا، ندخل العراق في دوامة من الفوضى ودوامة من الحروب ودوامة من الدماء وبحر من الدماء.
لازم ولذلك فعلا زعماء الميليشيات والعسكري من حزب الله أصدروا أوامرهم للحشد بإعادة الانتشار خاصة في محافظة الأنبار. نقطة جدا مهمة وأساسية أستاذ ماجد. الميليشيات الآن وجودها وجودها عميق جدا داخل الدولة العراقية. تكاد تكون الميليشيات أقوى نفوذا ووجودا وتوغلا حتى أقوى من الدولة العراقية. فيما لو حاولنا أن نقارن ما بين العراق كدولة وما بين الميليشيات كدولة موازية عميقة، لا أكيد الميليشيات كفتها هي اللي راح تكون أعلى وأقوى وأوثق من الحكومة العراقية. أصلا لا سبيل للتواجه ما بين الحكومة العراقية وما بين الميليشيات. الميليشيات مدعومة داخليا عن طريق تسلحها وعن طريق الباع الطويل لها في هذا المجال، مدعومة إقليميا عن طريق تواصلها مع باقي الميليشيات اللي موجودة في الشرق الأوسط، مدعومة أيضا من إيران، أكيد هي الرب الأعلى لهذه الميليشيات. فالتصريح بأنه العراق سوف العملية السياسية تنزلق، هذا ليس تصريح، هذا تهديد واضح وصريح. العراق سوف يذهب إلى حالة من الفوضى، حالة من الدمار. لا ننسى أنه من موجود بالإطار التنسيقي هم سماسرة وأمارة حرب. العراقيين والمجتمع العراقي على علم وعلى دراية كافية ولهم خبرة مع الأسف وتجارب سيئة مع الأسف مع الشخصيات اللي موجودة في الإطار التنسيقي. فكل اللي الانزلاق العملية السياسية أو الوصول إلى ركود وجمود سياسي، هذه كلها تهديدات واضحة وصريحة من الطرف الآخر. نعم أشكرك دكتور رافع. يعني هل الميليشيات تجرؤ، لن تتردد، لن تتورع في تفجير الوضع إذا ما وصلت إلى قناعة أن البساط قد سحب منها فعلا، بتأثير داخلي بتأثير خارجي، وستلجأ إلى السلاح لتفجير الوضع وهو سلاح يفترض أنه مملوك للدولة؟ هذا القرار بيد إيران. بيد إيران. نعم. قرار ليس قرار الميليشيات. الميليشيات تهدد، تستعد، تستعرض بالسلاح، لكنها لا تفعل شيئا إلا بأمر من إيران. إيران إذا ما وجدت أن الأمر يستحق أو يستوجب الدخول بالسلاح والدخول بمعركة بالسلاح ستوجه لهم الأمر وسينفذون بسرعة. هذا واقع الحال. يعني جزء من ذلك، أنا تحدثت عن جزء من الصواريخ التي أطلقت على أربيل، هذه جزء من رسالتها أنه إحنا موجودين. وهم لم يستخدموا أدواتهم الداخلية في العراق، يعني في كل القصف الذي حصل في العراق طوال هذه السنوات كانوا يستخدمون هذه الميليشيات للقصف، قصفوا المنطقة الخضراء، قصفوا السفارة الأمريكية، قصفوا المطار، قصفوا مناطق كثيرة وقواعد كثيرة ومناطق كثيرة آهلة بالسكان، لكن قصفوا أربيل نفسها أكثر من مرة. هذه الميليشيات كانت أدواتهم هذه، لكن هذه المرة استخدموا يعني بشكل مباشر، وهذه المرة الثانية ربما قبلها كانوا استخدموا صواريخهم لضرب قاعدة عين الأسد. نعم. قالوا انتقاما لمقتل سليماني وهكذا قالوا. الآن هذه جزء من الرسالة التي أوصلوها إيران، ولديهم هذه الميليشيات إذا ما أمروها بالقتال من أجل أن يبقى العراق تحت تغولهم تحت قدراتهم هذه بسهولة. لكن هم يعرفون أنه هذه اللعبة جزء من عندها يعني ظاهرة صوتية، هذا ما يجري جزء من عنده كبير ظاهرة صوتية، هناك تشنجات وهناك ضغط وهناك انفراجات. وأنا أعتقد بالتالي سيذهبون إلى التوافق فيما بينهم وسيخرجون بصيغة توافقية بنفس الصيغة التي حكمت العراق منذ 19 سنة لحد الآن، صيغة المحاصصة اللي هي باقية ومقبولة، ويقولون إنه هذا أفضل ما توصلنا إليه لحكم العراق وسيمضي ونضع آليات للمراقبة. وأين ستذهب طروحات مقتدى الصدر عن الإصلاح والأغلبية الوطنية ومغادرة المحاصصة ومغادرة خلطة العطار؟ هذه لا يستحون منها. مقتدى الصدر كان يقول أنه مع الإصلاح ومع الثوار، وهاجم الثوار في ساحة التحرير وقتلهم، هذه يعني وهاجمهم في النجف وفي الناصرية وفي كل مكان، ولا يستحون في هذا ويقولون نحن ثوار ونحن ندعم ثوار تشرين، لكن عندما تؤثر عليهم التظاهرات ينقلبون 180 درجة. الآن ينقلبون بشكل أو بآخر، الأمر يعني ليس بأيديهم، الكنترول هذا الريموت كنترول بيد إيران. دكتور هناك نقطة الحقيقة تصريح لافت، وأنا بس أستأذن من دكتور نوري والست يعني هبة. زعيم ميليشيا كتائب الإمام علي اسمه شبل الزيدي أصدر بيان وقال التالي، أقتبس منه: إن السنة اليوم كقيادة سياسية
في وضع لا يحسدون عليه، وعليهم تحديد موقفهم الواضح، موقف واضح في بناء العراق، لأنه في النهاية هناك فواتير عليهم تسديدها، يجب أن يسددوا هذه الفواتير. التهديدات كلها انصبت على المحافظات المنكوبة، على مجتمعاتها. التهديدات الحقيقة لم تنصرف لا إلى مقتدى الصدر ولا إلى الأحزاب الكردية، كلها إلى المحافظات المنكوبة. هذا واقع الحال يعني دائما. يعني خذ المثال الذي حصل ما بين إيران في ضرب الصواريخ. نعم. ماذا قالت؟ نعم. قالت إن إسرائيل قصفت مقرات تابعة لإيران في سوريا، وهي ضربت العراق لمحاسبة أو يعني لمحاسبة إسرائيل على ما فعلته في سوريا. بالتالي الآن يتهمون القوى السنية الآن اللي هي وهي جزء من عندهم، جزء من المحاصصة وشركائهم في هذا الموضوع. هم يريدون أن يوحوا إنه أنتوا السنة في البداية وفي النهاية أنتوا مجموعة من الإرهابيين، وكان الحكم بيديكم. هذا الحديث مال 1400 سنة، وهذا الكذبة الكبيرة الطويلة العريضة التي لا يعني لا تنتهي. وبالتالي إعادة الطائفية الاتكاء إلى الطائفية، وإعادة انتشار الميليشيات والانتقام، وإعادة نفس القوانين المشروقة، حمينا أعراضكم وحمينا محرمين وحررنا مدنكم، وهي المدن مدمرة ودمرت، والموصل خير شاهد عليها. هذا كل جزء من نتاج هذه الرسالة التي وجهها، تهديد واضح وصريح للآخرين، إن لم تأتوا لهذا الطريق فأنتم لا تشكلون شيئا، أنتم رقم غير مؤثر بالمعادلة. المعادلة من يضع أرقامها هو البيت الشيعي، هكذا يقول، والميليشيات، وتحديدا إيران هي التي تحدد المعادلة وأرقامها، من يدخل بها ومن يخرج بها. واضح. نحن وصلنا إلى حالات كانت إيران تعلن حتى عدد المقاعد وشكلها ولمن بالبرلمان. هذا الواقع الحال، هم يريدون هذا الوضع. أشكرك. وليس أكثر. نعم. دكتور نوري، يعني هذا الصراع الآن بين الميليشيات والأحزاب الطائفية المحسوبة على إيران، صراع حقيقي ومرير كما يظهر شكلا، أم هو هامش خلاف مسموح به، مرخص له، هناك ضوء أخضر له إيرانيا، لكن الخوف ممكن أن ينزلق ويخرج عن السيطرة الإيرانية، وبالتالي لا إيران ولا غيرها ممكن أن تتحكم باللعبة الآن، لأن الحقيقة هناك صراع واضح، أن الصراع قد ينزلق إلى بنادق، حتى إيران لا تستطيع أن تضبط إيقاع في لحظة ما. ممكن؟ نعم، هو أحسنت يعني على هذا الوصف، هو صراع أو نزاع وخلاف مسموح به أو مرخص. ومهما تطور هنالك يعني سيطرة حقيقية من إيران عليه. ممكن ينفرد في مواقع معينة هنا وهناك ويذهب ضحيته طبعا الناس الأبرياء، ولكن في نهاية المطاف إيران متمكنة ومسيطرة على كل هذه الفصائل ومسيطرة عليها، وهم يطلقون على بشكل واضح، على أصبحت اليوم خصوصا بعد قصف أربيل هي أذرع إيران في المنطقة. ويعني التصريح أيضا الأخير لخامنائي حول لا تستغني إيران عن نفوذها الإقليمي والتجارب النووية أو التكنولوجيا النووية، هذا دليل على أنهم لديهم القدرة والسيطرة على هذه الأذرع وتحريكها بما يريدون، وفي نفس الوقت لديهم هذه الأذرع، لديها مساحات. نعم. من يعني هامش من التصرف والصراعات ما بيناتها لإثبات ولاء والتقرب لتحقيق المصالح لإيران أكثر، يعني لا أكثر ولا أقل بهذا الموضوع. وإذا تسمح لي بودي يعني أوضح أو أعلق على قضية الثلث الضامن أو المعطل بس باختصار. والله نعم، الحقيقة من بعد 2003 القوة التي اتفقت على أنه يكون البلد يبنى على أساس المحصصة الطائفية وضعوا في الدستور هذا النهج، ولكن لم يظهر بشكل واضح مثل اليوم. ظهر في مجلس النواب في الدورات، كل هذه الدورات التي مرت، عندما يصوتون على عدد من القوانين بسلة واحدة، وهذا دليل على أنه هذا القانون يخدم هاي الجهة، إحنا ما نصوت عليه،
فما يمشي. هذا هو القضية، هذا هو الثلث اللي هم وضعوه طبعا، ثلثين من البرلمان اللي هو الوضع هذا لضمان استمرار الطائفية. فلذلك اليوم كل الكتل، كل الأحزاب اللي هسه موجودة بالبرلمان لا تتحدث عن مغادرة المحاصصة الطائفية أبدا. إذا الحكومة أغلبية هم يركبها وفق المقاسات لقياسات المحاصصة الطائفية، وإذا كتلة نيابية أيضا هاي الكتلة النيابية الشيعية هسه الجماعة رجعوا يتحدثون عن كل 18 سنة كان الأكراد أكراد، الآن صار الحديث أنه الأكراد سنة. خليني أسألك عن نقطة مهمة أيضا قبل أن ننتقل إلى ضيفتنا في واشنطن. الحقيقة الآن الميليشيات في خطابها السياسي والإعلامي هجوم شرس على الأكراد وخاصة المرشح، أن الأكراد عملاء إسرائيل، أن هذا انفصالي، أن هذا كذا. هذه الميليشيات ألم يكونوا حلفاء استراتيجيين للأحزاب الكردية قبل 2003 وما بعد 2003؟ الآن اكتشفوا أنهم عملاء لإسرائيل، واكتشفوا أنهم انفصاليون، واكتشفوا أنهم ليسوا عراقيين. بس باختصار. نعم أستاذ ماجد، الحقيقة هذه أوراق لتشويه الواقع، يعني هم يريدون بهذه التصريحات يشوهون الحقيقة التي هي صراعات مع الكتل، مع الأحزاب السياسية الكردية حول المناصب وتقسيم الحصص، لا أكثر ولا أقل. يعني هل الكرد، هنا سؤال كلش مهم، هل الكرد كلهم منفصاليين لو بس الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ هل الكرد كلهم مع عندهم لديهم علاقات مع إسرائيل لو بس الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ مو الحزب الكردستاني، التحالف الكردستاني كان يضم كل القوى وهم متحالفين وياهم. هذه حقيقة ليست هي الحقيقة الجوهرية. لا يوجد بواقع الحال هنا، يعني قضية هم ما متأزمين مع الأحزاب الكردية بقضية الانفصال، هي بقضية الحصص وقضية النهب. قضية القضية الأساسية والرئيسية بهذا الملف أيضا هو قانون النفط والغاز، قانون النفط والغاز الذي لحد اليوم لم يتمكنوا من تشريعه حتى ينعم أبناء الوطن من ثرواتهم الوطنية من شمال إلى جنوب العراق. شكرا. ست هبة، أنت كمراقبة وباحثة سياسية، هل تلمسين اهتمام من الرأي العام في العراق بهذا الصراع أو الاحتراب بين شركاء العملية السياسية، أحزاب طائفية وميليشيات، وهذا الخطاب المدعي أن هذا الصراع وهذه المعارك المصيرية هي من أجل البلد وشعبه ومقدراته ومصالحه؟ هل ثمة اهتمام، متابعة، مواكبة من الرأي العام، تصديق لهذا الخطاب؟ طبعا الشارع العراقي الان مواكب لانه هو يتابع الاحداث بجديه كبيره، جلسه البرلمان، التصعيدات ما بين الضامن وما بين التحالف الجديد، اكيد انظار العراقيين كلها متوجهه الى ما بعد هذا. لكن هل هم على يقين انه احد الطرفين ممكن ان يخرج العراق من حاله الركود السياسي اللي موجود فيه، او يخرج العراق من المازق؟ لا اكيد طبعا لا. من سنة 2003 والعراقية والعراقيين يسمعون هذه العبارات الرنانة وهذه العبارات المستهلكة اللي قبل كل مرحلة انتخابية النواب والكتل والأحزاب وكلهم يستعملون هذه العبارات، كلهم يستخدموها لأغراض الدعايات الانتخابية. لكن هل لمس العراقيين حقيقة هذا الشيء؟ أكيد لا. بالإضافة إلى هذا وذاك، حتى اللي موجودين بهذا التحالف الجديد، لننظر إلى هذا التحالف الجديد بعيداً عن الشكليات، لننظر إلى الأشخاص اللي موجودين بهذا التحالف الجديد، هل قدموا شيء للعراق؟ هل قدموا، هل دعموا سيادة العراق؟ هل أعادوا إحياء الهوية العراقية؟ ثوار تشرين عندما أرادوا وطن، أرادوا استرجاع هويتهم العراقية، أرادوا استرجاع وجودهم كعراقيين، هويتنا العراقية طمست. هل حاول أحد من الموجودين الآن في هذا التحالف الجديد اللي يدعي أنه تحالف يحيي الهوية العراقية، أو أنه تحالف بعيد عن كل المسميات الأخرى، مسميات الوحيدة هو الوحدة العراقية، هل قدم شيء للمجتمع العراقي؟ أكيد لا، ما قدم أي شيء. لذلك
هؤلاء الأشخاص اللي موجودين بهذه العملية السياسية فاقدين لمصداقيتهم لدى الشارع العراقي، لدى المجتمع العراقي. شكرا. وبالإضافة لهذا، بعيدا عن كل ما يدعون، بعيدا عن كل الهتافات الرنانة، بعيدا عن كل ما يشحن مشاعر الشارع العراقي، هناك أجندات داخلية. لا يخدعنك هتاف القوم بالوطني، القوم في السر غير القوم في العلن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذة هبة الفدعم، الأكاديمية والباحثة السياسية، وكانت من العاصمة الأمريكية واشنطن عبر سكايب. كما أشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وضيفنا عبر سكايب الدكتور نوري حمدان الأكاديمي والباحث السياسي والإعلامي أيضا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.